بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ان شاء الله هو الفيديو السادس من شابتر 4 Fundamentals of Material Balances من كتاب فيلدر اند روسو. ان شاء الله في الفيديو ده هنغطي الجزء الاولاني من 4 6 4 6. احنا هنبدا نتكلم على Material Balance with Chemical Reaction، هنبدا ندخل معانا التفاعلات الكيميائيه. النهارده ان شاء الله هنغطي المفاهيم الرئيسيه اللي بنتعامل معاها مع لما يكون عندي سنجل رياكشن. هنتكلم على الاستيكيومتري، هنتكلم على الليميتنج والاكسس رياكتنس، هنتكلم على الفراكشنال كونفرجن نسبه التحول، هنتكلم على الاكستنت اوف رياكشن. ان شاء الله في المحاضره الجايه هنكمل بقى الجزء سي ودي من 4 6 ان شاء الله. نبدا بمقدمه بسيطه على الماتيريال بالانس ويز كيميكال رياكشن. الحقيقه الماتيريال بالانس ويز كيميكال رياكشن اصعب من الماتيريال بالانس ويزاوت كيميكال رياكشن. ليه؟ لسببين رئيسيين. السبب الاولاني دخول الكيميكال رياكشن عندي كلاعب رئيسي في المساله، وده بيحط عليا بعض القيود، بيصعب الدنيا شويه. تمام. الحاجة التانية ان المعادلة بتاعت الماتيريال بالانس ما عادتش انبوت بتساوي اوتبوت. احنا كنا متعودين انها انبوت بتساوي اوتبوت الا لو في حالة انستيدي ستيت وما كناش بنشوفها كتير، لكن في الحالات الحقيقة في الماتيريال بالانس ويز كيميكال رياكشن بيظهر عندنا الترمين بتاع الجنريشن اللي هو انتاج المنتجات البرودكتس، والكونسامشن اللي هو استهلاك الرياكتنس او استهلاك المواد اللي بتتفاعل مع بعضها اللي هي بنسميها رياكتنس. نبدا الاول نعرف يعني ايه استايكيومتريك ايكويشن. الاستيكيومتريك ايكويشن هي معادله التفاعل او التفاعل الكيميائي بتاعي الموزونه. عشان اقول ان المعادله دي استيكيومتريك ايكويشن واقدر اشتغل بيها في المساله بتاعتي، لازم تكون المعادله بتاعتي موزونه. يعني ايه موزونه؟ يعني عدد الاتومز من كل كومبوننت او من كل اليمنت في الطرف الشمال يساوي نفس العدد من الاليمنتس في الطرف اليمين. ناخد مثال عشان نبين يعني ايه الفرق بين الاستيكيومتريك بالانسد ايكويشن والانبالانسد ايكويشن. ده انتاج الـ SO3 او ثالث اكسيد الكبريت من ثاني اكسيد الكبريت والاكسجين. في معادله عندي اللي على الشمال مكتوب فيها ان 2 SO2 زائد اكسجين بيديني 2 SO3، وعلى اليمين SO2 زائد اكسجين بيديني SO3. انهي واحده فيهم اللي صح؟ عشان نعرف انهي واحده فيهم هي اللي موزونه مظبوطه، لازم نعد عدد الاتومز بتاعت الكبريت في الشمال واليمين، ونعد عدد الاتومز بتاعت الاكسجين في الشمال واليمين في المعادلتين. خلينا نبدا بالمعادله اللي على الشمال. عدد الاتومز بتاعت الكبريت هنا 2s وهنا مفيش، وهنا 2s، يعني 2s بيديني 2s. عدد الاتومز بتاعت الاكسجين هنا 2 و2، يعني 2 في 2 يعني 4، وهنا 1 في 2 يعني 2، يعني 4 و2، دول على الشمال. على اليمين 2 في 3 يعني 6، يبقى في 6، يبقى 6 بيدوا 6، يبقى هنا المعادله دي موزونه مظبوطه. طب هل المعادله دي موزونه ولا لا؟ خلينا نبص. عندي عدد الاتومز بتاعت السلفر هنا 1 وهنا 1، يبقى ده مظبوط. السلفر هنا 1 بيدي 1، الاكسجين هنا 1 2 1 2، يبقى هنا 4 في الشمال، هنا 3 في يمين، هنا 4 بيدي 3. المعادله دي مش موزونه لان عدد ذرات الاكسجين اللي داخل اكتر من اللي خارج، مش ممكن الاكسجين مش ممكن يضيع. ففي المعادلات الكيميائيه لازم تكون عدد الاتومز من كل اليمنت على الشمال بتساوي اليمين. بما ان الاكسجين هنا الشمال ما بيساويش يمين، يبقى المعادله دي غير موزونه. يبقى انا المعادله بتاعتي هي دي المعادله الصحيحه. يبقى دي طريقة ازاي نعرف او ازاي نوزن معادلة كيميائية. المفهوم الثاني اللي هنتعرف عليه هو الاستيكيومتريك كوفيشنت. الاستيكيومتريك كوفيشنت هنرمز له بالرمز نيو اي، اللي هي الان اللاتيني او الان الجريكي. والنيو اي بتاعت اي كومبوننت هي الرقم اللي مكتوب قبله في المعادلة الموزونة في البالانسد استيكيومتريك ايكويشن. فمثلا عندنا في المعادلة دي النيو اي بتاعت الاس او 2 هتبقى 2، بتاعت الاكسجين هتبقى 1، بتاعت الاس او 3 هتبقى 2. عشان نفرق بين المنتجات والمتفاعلات البرودكتس والرياكتنس، الرياكتنس هنديها رمز سالب لانها بتقل، والبرودكتس هنديها رمز موجب لانها بتزيد. فالنيو اي او النيو اس او 2 هتبقى سالب 2، النيو اكسجين هتبقى سالب 1، النيو اس او 3 هتبقى موجب 2. نبدا نعرف حاجه ثانيه اللي هي السايكيومتريك ريشيو، نسبه الاستايكيومتري.
الاستيكيومتريك ريشيو بتاعت اي مركبين في معادله التفاعل هم الريشيو بين الاستيكيومتريك كوفيشن بتوعهم. فانا ممكن اقول ان الاستيكيومتريك ريشيو بتاعت الاس او 3 على الاس او 2 هي 2 على 2 يعني 1، او الاس او 3 على الاكسجين هي 2 على 1 يعني 2، او الاس او 2 على الاكسجين هي 2 الى 1 يعني 2، او الاكسجين على الاس او 2 هي 1 الى 2 يعني نص. فالاستيكيومتريك ريشيو هي النسبه بين الاستيكيومتريك كوفيشنت في المعادله الموزونه، ودي الحقيقه بنستخدمها في بعض في عشان نحل بعض الحاجات المطلوبه في المسائل. طيب نبدا ناخد اكسرسايز بسيط عشان نثبت المعلومات اللي احنا قلناها دول. الاكسرسايز ده هو معادله احتراق بتاعه البيوتايلين مع الاكسجين. عندي مول واحد من البيوتايلين بيتفاعل مع 6 مول اكسجين عشان يديني 4 مول ثاني اكسيد الكربون و4 مول ميه. في عندي هنا 5 اسئله على التفاعل ده، فيا ريت حضرتك تعمل بوز دلوقتي للفيديو وتحاول تحل الخمس اسئله دول قبل ما نشوف الحل بتاعهم مع بعض هيكون عامل ازاي. اجابه السؤال الاولاني Is this stoichiometric equation balanced؟ هل المعادله دي موزونه ولا لا؟ خلينا نعد الكربون والهيدروجين والاكسجين في الطرف الشمال والطرف اليمين ونشوف هي موزونه ولا لا. هنا عندي سي 4 يعني 4 كربون، هنا عندي 4 سي يعني 4 كربون، مفيش كربون ظاهر في حته ثانيه، يبقى هنا 4 كربون بيدي 4 كربون، يبقى الكربون مظبوط. عندي هنا 8 هيدروجين اتش 8، هنا عندي 4 في 2 يعني 8 هيدروجين، يبقى 8 هيدروجين بيدوا 8 هيدروجين، يبقى الهيدروجين مظبوط. عندي هنا 6 في 2 12 اكسجين في الطرف الشمال في الداخل، عندي هنا 4 في 2 اكسجين يعني 8 زائد 4 في 1 يعني 4، 8 و4 يعني 12، يبقى في 12 اكسجين بيدوا 12 اكسجين، يبقى المعادله بتاعتي موزونه، يبقى يس هي اجابه السؤال الاولاني. What are the stoichiometric coefficient of oxygen and CO2؟ الاكسجين هي 6 وعشان هو ماده متفاعله هيبقى بالسالب، والCO2 4 وعشان هو ماده منتجه هيبقى بالموجب، يبقى الاكسجين سالب 6 والCO2 هيبقى موجب 4. What is the stoichiometric ratio of H2O على اكسجين to oxygen؟ هتقسم الأربعة على الستة اللي هي الستيكيومتريك كوفيشن بتاع المية، نقسمه على الستيكيومتريك كوفيشن بتاع الأكسجين، يطلع عندي الريشيو 4 على 6 أو 2 على 3. طيب السؤال نمرة 4 بيقول How many pound mole oxygen react to form 400 pound mole CO2؟ هو هنا بيقول لي عشان انتج 400 باوند مول من السي او 2 محتاج كم باوند مول من الاكسجين؟ الحقيقه هنا الاجابه بتاعتي 600. طب 600 دي جبناها ازاي؟ 600 دي جبناها من الستيكيومتريك ريشيو بتاعت الاكسجين على السي او 2. لو ضربت 400 مول سي او 2 في الستيكيومتريك ريشيو بتاعت الاكسجين على السي او 2 هيطلع 600 دي. خلينا نشوفها ازاي؟ هنا 400 مول سي او 2 في للريشيو بتاعت الاكسجين على السي او 2 اللي هي 6 على 4. هتلاقي الباوند مول CO2 دي راحت مع الباوند مول CO2 بقت 400 على 4 ب 100 في 6 600 باوند مول اكسجين. فهنا نقدر نعرف القصه دي بسهوله. السؤال الاخير بيقول لي لو عندي 100 باوند مول بير مينت C4H8 100 من الماده دي از فيد داخلين الرياكتور و50% منهم اتفاعلوا، يعني اتفاعل كام؟ يعني اتفاعل 50 منهم. At what rate water is formed؟ المية هتطلع بمعدل قد ايه؟ يعني كأنه بيقول لي لو تفاعل 50 مول من C4H8 هيطلعوا قد ايه مية؟ هيطلع 200. ليه 200؟ لأن الواحد بيطلع 4، يبقى ال 50 هيطلعوا 200، 50 في 4 يعني 200. دي المعادلة بتاعتي أو المسألة بتاعتي تحل بالمنظر ده، هيبقى 100 في 50 دي كمية الاتفاع المتفاعل من السي 4 اتش 8، نضربها في الريشيو بتاعت المية على السي 4 اتش 8 اللي هي 4 إلى 1، هتطلع 4 في 50 تطلع 200 باوند مول مية بير مينت. كده المفروض المفهوم بتاع الاستيكيومتري والاستيكيومتري كوفيشنت والاستيكيومتريك ريشيو يكون واضح عندنا بشكل جيد ان شاء الله. نبدا نخش على الليمتنج والاكسس رياكتنس. الليمتنج والاكسس رياكتنس دول هي عمليه ربط بنعملها ما بين الفيد اللي داخل الرياكتور وما بين الاستيكيومتريك ايكويشن. تمام، انا بربط بين الفيد وبين الاستيكيومتريك ريشيو بتاعه الرياكتنس، فانا بقدر اقول ان الرياكتنس بتاعتي داخله بالستيكيومتريك بروبورشن لو هي داخله بالستيكيومتريك ريشيو، يعني لو الفيد بتاعها هو نفس الستيكيومتريك ريشيو بتاعتها في المعادله. مثال على كده، لو الرياكشن بتاعي اللي هو الرياكشن اللي قبل كده ده اللي كنا مشغلين عليه اللي هو 2 SO2 زائد اكسجين بيديني 2 SO3،
لو بنشتغل على التفاعل ده فالستايكيومتريك بروبورشن بتاعتي هي 2 الى 1 بتاعت الرياكتنس، فانا اقدر اقول ان الرياكتنس داخله بستايكيومتريك بروبورشن او بستايكيومتريك ريشيو لما يكون مثلا 200 مول اس او 2 داخل معاهم 100 مول اكسجين، او 50 مول اس او 2 داخل معاهم 25 مول اكسجين، ان الاكسجين نص الاس او 2. تمام. طيب هنعرف حاجه اسمها ليميتنج رياكتنت واكسس رياكتنت. الليميتنج رياكتنت هو الرياكتنت اللي بيخش اقل من الاستايكومتريك بروبورشن. يبقى الليميتنج رياكتنت لو هو اقل من الاستايكومتريك بروبورشن بنقول عليه ليميتنج رياكتنت، وغير كده اسمه اكسس، ما دون الليميتنج هو اكسس. فاي رياكتنت ما هوش ليميتنج يبقى اسمه اكسس رياكتنت. هقول لحضراتكم دلوقتي طريقه لطيفه جدا نقدر نعين بيها الرياكتنت بتاعي ليميتنج ولا مش ليميتنج. الطريقه دي ان احنا نقسم عدد المولات اللي موجوده في الفيد اللي هو ايه اللي عليها في راس المساله، ان الرياكتور ده مثلا بيخشوا 10 مول من الماده الفلانيه و20 مول من الماده العلانيه و30 مول من الماده الثالثه وهكذا، فبقسم عدد المولات اللي داخله على الاستايكومتريك كوفيشنت بتاع الماده دي في المعادله الموزونه. تمام. عدد المولات اللي داخله للرياكتنس بس، للمواد المتفاعله بس، ماليش دعوه بالمنتجات، منتجات في بعض الاحيان بتكون داخل الرياكتور بس دي ماليش دعوه بيها، لان انا بتكلم دلوقتي على الليميتنج رياكتنت. فطريقه تحديد الليميتنج رياكتنت ان انا اقسم عدد المولات اللي داخله الرياكتور على الاستايكيومتريك كوفيشنت بتاع الماده نفسها. الرقم الاصغر في القيم اللي طلعت لي يبقى هو ده الليميتنج رياكتنت. طيب الماده اللي مش ليميتنج هتبقى اكسس. المادة الاكسس بنبدأ نعين لها الكمية الاكسس بتاعتها عن طريق معادلة اسمها fractional excess او percent excess. البرسنت اكسس هو نسبة الزيادة عن المطلوب من المادة دي عشان تبقى المتفاعلات بتاعتي داخلة بالستايكيومتريك بروبورشن. فاحنا نسبة الاكسس بتاعتي بتقول ان ال N feed ناقص ال N اللي كانت مطلوبة عشان تبقى ستايكيومتريك بروبورشن على ال N اللي كانت مطلوبة علشان تبقى ستايكيومتريك بروبورشن. طب ال N feed given في راس المسألة. الستايكيومتريك بروبورشن دي بنجيبها ازاي؟ الستايكيومتريك بروبورشن بنجيبها من الليميتنج فيد. الليميتنج رياكتنت ده بضربه في الستايكيومتريك كوفيشن بتاع المادة اللي أنا بدرسها على الستايكيومتريك كوفيشن بتاع الليميتنج عشان أجيب ال N ستايكيومتريك بتساوي كام؟ ناخد اكزامبل بسيط على الموضوع ده عشان نثبت المعلومة. تخيل حضرتك كده ان احنا عندنا الاسيتايلين C2H2 يتفاعل مع 2 هيدروجين عشان يديني ايثين، فدي معادلة لانتاج الايثين، والمعادلة دي موزونة. لو عدينا الهيدروجين هنا هو على الشمال هنلاقي ان هو 2 و4 يعني 6، وهنا عندي 6 هيدروجين وهنا عندي 2 كربون و2 كربون، فالمعادلة بتاعتي موزونة. فهو بيقول لي الفيد يحتوي على 20 مول اسيتايلين و36 مول هيدروجين و2 مول ايثين. مين هو الليميتنج رياكتنت؟ السؤال بتاعنا مين هو الليميتنج رياكتنت؟ عشان نعرف مين هو الليميتنج رياكتنت هنقسم عدد المولات اللي في الفيد بتاعت كل ماده على السايكومتريك اوفيشن بتاعها. فهقسم 20 مول على 1، دول بتوع الاسيتايلين يطلع 20. هقسم بعد كده 36 مول هيدروجين على 2، دول بتوع الهيدروجين. واوعى مالكش دعوه خالص بالبرودكت، اوعى تقسم 2 على 1، دي ملهاش اي معنى لان ده برودكت ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على الرياكتنس. الرياكتنس بتوعي هم الاسيتايلين والهيدروجين. هيطلع عندي ده 20 وده 18، مين الاصغر فيهم؟ الاصغر فيهم ال 18. معنى كده ان الهيدروجين هو الليميتنج. خلصت. يبقى كده قدرت اجيب الليميتنج رياكتنت بتاعي بكل سهوله. خلي بال حضرتك ان الهيدروجين عدد مولاته اكتر من الاسيتايلين ولكن هو الليميتنج. طيب عايزين نجيب الاكسس فراكشنال اكسس بتاعت الاسيتايلين. عشان اجيب الفراكشنال اكسس بتاعت الاسيتايلين هعوض في المعادله اللطيفه دي. المعادله اللطيفه اللي احنا كنا لسه كاتبينها في المساله اللي قبل كده او في الصفحه اللي قبل كده كانت بتقول ان الفراكشنال اكسس بيساوي 20 اللي هي عدد المولات اللي داخله ناقص الاستايكومتري. الاستايكومتري بجيبه ازاي؟ بجيبه من الماده الليميتنج. الماده الليميتنج بتاعتي هي الهيدروجين، فاحط هنا ال 36 دول بتوع الهيدروجين، نمبر اوف مولز اللي داخلين بتاع الهيدروجين، واضربهم في السايكيومتريك كوفيشنت بتاع C2H2 واقسمهم على السايكيومتريك كوفيشنت بتاع الهيدروجين الليميتنج. فانا بضرب في السايكيومتريك كوفيشنت بتاع الماده اللي انا جايب لها الاكسس واقسم على السايكيومتريك كوفيشنت بتاع الليميتنج اللي هو الهيدروجين. 36 في 1 على 2 هي دي عدد المولات الاستايكومتري بتاعت C2H2 اللي هم 18. فانا لا المفروض كان الاسيتايلين بتاعي يخش 18 ولكن هو داخل 20، داخل زياده عن اللي انا عايزه. هتبقى 20 ناقص 18 على 18 هتطلع 0.111، يعني نسبه الزياده 11.1%
1% نسبة زيادة من C2H2. كده عرفنا نعين الليميتنج رياكتنت ونقدر نحسب الفراكشنال اكسس او البرسنت اكسس من الاكسس رياكتنس عاملين ازاي. خلينا الخطوه اللي بعد كده نتكلم على الفراكشنال كونفرجن يعني نسبه التحول. خلينا نقول الاول ان احنا عندنا في المركبات الكيميائيه او التفاعلات الكيميائيه عاده ما بتحصلش للنهايه، ما بتحصلش في لحظه، يعني في بعض الاحيان ما بتوصلش للنهايه وفي بعض الاحيان بتحتاج وقت طويل جدا 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 عشان توصل للنهايه. تمام. طيب انا دلوقتي التفاعل بتاعي مثلا بفاعل اللي هو التفاعل اللي كنا لسه شايفينه ان احنا بنفاعل اسيتيلين مع هيدروجين عشان ندي ايثين. تخيل كده حضرتك لو التفاعل ده عشان يحصل محتاج 10 ساعات. ف 10 ساعات انا ما عنديش في الصناعه الرفاهيه ان انا استنى 10 ساعات ان التفاعل يحصل، انا مش هسيبه يوصل للنهايه. تمام. ده انا هكتفي ان التفاعل بتاعي يوصل بنسبه 80% بقى كفايه قوي او 90%، فيبقى انا هحط فراكشنال كونفرجن اشتغل عنده. وفي بعض الاحيان التفاعلات اصلا ما بتوصلش للنهايه فغصب عني بتوصل لنسبه معينه. فاللي احنا بنعمله في الصناعه ان احنا بنوصل ان انا مثلا فعلت 80% من الماده بتاعتي، ال 20% اللي فضلوا دول هاخدهم وافصلهم واعمل لهم ريسايكل. فاكرين لما اتكلمنا على ريسايكل في المحاضره اللي فاتت، هعمل لهم ريسايكل عشان يخشوا مع الرياكتنس مره ثانيه. الفراكشنال كونفرجن بتاعي بيعرف ان هو كميه الماده اللي اتفعلت من المركب جوه الرياكتور على كميه الماده اللي دخلت الرياكتور. فلو دخلت الرياكتور 100 مول اتفعل 20 يبقى نسبه التفاعل بتاعتي 20%. فهي الرياكتد على الفيد او ان ناقص اوت على ان، لان الان ناقص اوت هيديني الرياكتد. تمام. تخيل كده دخل عندك 100 خرج 20، يبقى التفاعل كام؟ اتفاعل 80. يبقى الرياكتد على الان او ان ناقص اوت على ان. والحقيقه المعادله بتاعت ان ناقص اوت على ان دي بنستخدمها كتير قوي عشان نعين الفراكشنال كونفرجن بيساوي كام. ما لم يذكر غير ذلك فاحنا عندنا الفراكشنال كونفرجن بتاعنا بيكون للليميتنج رياكتنت. يعني لو في المساله قال لي الكونفرجن بيساوي 20% وما قالش لاني ماده، يبقى ال 20% دول كونفرجن بتاع الليميتنج رياكتنت. خلينا نتكلم بعد كده على حاجه ثانيه اسمها الاكستنت اوف رياكشن. الاكستنت اوف رياكشن ده اللي هو البروجريس بتاع الكيميكال رياكشن، الكيميكال رياكشن حصل بنسبه قد ايه. طيب الاكستنت اوف رياكشن ده نتعامل معاه ازاي؟ خلينا نشوف اكزامبل عشان نشوف الاكستنت اوف رياكشن. فاكرين التفاعل ده اللي هو كان الاسيتيلين بيتفاعل مع الهيدروجين عشان يدي ايثين، نفس الكميات عندي 20 مول اسيتيلين و36 مول هيدروجين و2 مول ايثين. خلينا ناخد كيس معينه، لو انا عندي بعد زمن معين حطيت ال 20 و36 مول بتوع الهيدروجين والاسيتيلين دول في رياكتور وال2 مول ايثين، وبعد الزمن ده قلت اشوف عندي كام مول حصل تفاعل، فلقيت ان بعد زمن تي واحد تفاعل عندي 8 مول من الليميتنج رياكتنت. الليميتنج رياكتنت كان الهيدروجين، يعني تفاعل 8 مول من الهيدروجين. في الحاله دي اقدر اقول ان الاكستنت اوف رياكشن او البروجريس بتاع الرياكشن بيساوي 8 على 2 بيساوي 4، فيطلع عندي الابساي بتساوي 4. تمام. طيب يبقى عندي قد ايه، كم مول موجود عندي في اللحظه دي من المواد الكيميائيه في المركب بتاعي؟ هيبقى عندي 20 مول اتفاعل منهم 4 هيبقى 16، هيبقى عندي 36 مول هيدروجين اتفاعل منهم 8 هيبقى 28، هيبقى عندي كان 2 مول ايثين موجودين من الاول اتفاعل منهم زاد عليهم 4 لان عندي هنا 1، فيبقى عندي 2 زائد 4 ب 6. الابساي دي هي عباره عن النمبر اوف مولز رياكتد مقسومه على السايكومتريك كوفيشنت بتاعت اي ماده. تمام. فانا رياكت 8 قسمت على 2 اداني 4، 4 دول يعني 4 اتفعلوا من الماده بتاع C2H2 و4 اتكونوا من الماده C2H6. فكده قدرت اجيب عدد المولات اللي موجوده في الرياكتور في اللحظه دي. طب تخيل حضرتك بعد زمن تاني اتفاعل 20 مول من الليميتنج رياكتنت. 20 مول من الليميتنج رياكتنت يعني ابساي بتساوي كام؟ يعني بتساوي 10، لان الليميتنج كان هيدروجين 20 على 2 ب 10. تمام؟ فيبقى الابساي بتساوي 10، يعني اتفاعل 10 من C2H2 وتكون 10 من C2H6. طب عدد المولات اللي موجوده كام؟ من الهيدروجين هيبقى 36 ناقص 20 هيبقى 16، من C2H2 هيبقى 20 ناقص 10 هيبقوا 10، من C2H6 هيبقى زاد 10 هيبقى 2 زائد 10 طلع عندي 12 مول من C2H6.
فدي طريقه حساب المواد اللي اتفعلت او المواد اللي اتكونت باستخدام الاكستنت اوف رياكشن. وهناخد القانون الجنرال بتاع الاكستنت اوف رياكشن ان الان اي بتساوي الان اي نوت زائد النيو اي في الابساي. الان اي هي عدد المواد اللي موجوده من اي ماده كيميائيه جوه الرياكتور بتاعي، الان اي نود هي رقم او عدد المولات اللي انا بدات بيه، فانا بدات مثلا هنا ب 2 و36 و20 فدي الان اي نود، زائد النيو اي باشارتها ناقص نيجاتيف للرياكتنت وبوزيتيف للبرودكت مضروبه في الابساي اللي هو الاكستنت اوف رياكشن. الاكستنت اوف رياكشن احنا ممكن نعرفه تعريف كده لطيف، نقول الاكستنت اوف رياكشن هو بيساوي عدد المولات اللي اتفعلت من الرياكتنت اللي الاستيكيومتريك كوفيشن بتاعه بيساوي 1. عدد المولات التي تفاعلت من الرياكتنت اللي الاستيكيومتريك كوفيشن بتاعه بيساوي 1. يعني في الاكزامبل ده انا اتفاعل عندي هنا اهو الابساي كانت 4، يعني اتفاعل 4 من C2H2، الابساي هنا كانت 10 يعني اتفاعل 10 من C2H2، فالابساي هي عدد المولات اللي اتفاعلت من الماده للسايكومتريك كوفيشن بتاعها بيساوي 1 في المتفاعلات. ناخد اكزامبل بسيط كده هو عشان نثبت المعلومه برضو قبل ما ننهي المحاضره. الاكستنت اوف رياكشن بتاعنا هنطبقه على المعادله دي. المعادله دي عندي 2 مول من C2H4 بيتفاعلوا مع 1 مول من الاكسجين عشان يديني 2 مول من الايثايلين اوكسيد C2H4O. المعادله دي موزونه طبعا، لو بصينا عليها هنلاقي عدد الاتومز بتاعه اي كومبوننت او اي اليمنت في الطرف الشمال بيساوي نفس عدد الاتومز في الطرف اليمين. وبيقول لي ان عندي 100 مول او 100 كيلو مول ايثايلين و90 كيلو مول اكسجين داخلين الرياكتور. الرياكتور بتاعي داخل فيه 100 كيلو مول من الايثايلين و90 كيلو مول من الاكسجين. عندي ثلاث اسئله، يا ريت نعمل بوز ونحاول نجاوب على الاسئله دي قبل ما نحلها مع بعض. اجابه السؤال الاولاني which reactant is limiting. اعرف منين which reactant is limiting؟ عشان اعرف مين هو الليميتنج لازم اقسم كل كومبوننت الفيد على السايكومتريك كوفيشنت. نقسم الفيد على السايكومتريك كوفيشنت، هتلاقي ان انت لو قسمت ال 100 على الاثنين هيطلعوا 50، ولو قسمت ال 90 على الواحد هيطلعوا 90. مين الرقم الاصغر في دول؟ طبعا ال 50 هي اللي اصغر، اذا الـ C2H4 هو الليميتنج رياكتنت. طب what is the percentage excess of the other reactant؟ الـ percent excess بتاعت الـ reactant التاني هتطلع كام؟ اللي جاوبها 80% تجاوبها مظبوط. خلينا نعرف الـ 80% دي جت ازاي؟ الـ 80% جت من المعادلة بتاعت الـ fractional excess. معادلة الـ fractional excess بتقول ايه؟ بتقول ان الـ fractional excess بيساوي عدد المولات اللي داخلة من الـ component الـ excess اللي هو 90، تمام، ناقص الاستيكومتريك بتاعه اللي هو بجيبه ازاي؟ بضرب ال 100 بتاعت الايثايلين في 1 على 2، الواحد بتاعت اللي انا عايزه على الاثنين بتاع الليميتنج، تمام، تطلع 50. يبقى 90 ناقص 50 على 50، 90 ناقص 50 يعني 40 على 50 تطلع 80%. طيب السؤال الثالث، if the reaction proceeds to completion، لو الرياكشن حصل بنسبه 100%، completion يعني خلص، 100% لمين؟ 100% للليميتنج، يعني C2H4 هي اللي خلصت، تمام؟ how much excess reactant will be left؟ how much product will be formed؟ and what is the extent of reaction؟ طيب المعادله دي او المساله دي عشان نجاوبها الحقيقه لازم اكتب الايكويشن بتاعه الاكستنت اوف رياكشن. الايكويشن بتقول ان الان اي بتساوي الان اي نود زائد النيو في الابساي. خلينا نحل الاول نجيب الاكستنت اوف رياكشن. الاكستنت اوف رياكشن هجيبه ازاي؟ هعوض في المعادله دي للحاجه اللي انا عارف البدايه والنهايه بتوعها. انا عارف ان البدايه بتاعت الايثايلين كانت 100، وعارف ان هو خلص لان هو قال لي كومبليشن، يعني عارف ان النهايه بتاعته بتساوي زيرو. فلو طبقت القانون ده على الايثايلين هيبقى الان فاينل بتساوي زيرو، الان انيشال بتساوي 100، السايكومتريك كوفيشن بتاع الايثايلين ناقص 2 لان هنا ناقص 2 يبقى مضروبه في الابساي، هيطلع من هنا الابساي بتساوي 50. هقدر اجيب الابساي بتساوي 50 كيلو مول، يعني الاكستنت اوف رياكشن بتساوي 50. جبت الابساي هطبق نفس المعادله دي على المادتين التانيين، هطبقها على الاكسس رياكتنت اللي هو الاكسجين. هقول في الاكسجين ان الان بتساوي الان اي اللي هي دخول ناقص ابساي، 90 ناقص 50 تطلع 40. هطبقها على البرودكت، البرودكت بيقول ان الان بتساوي الانيشال كان زيرو زائد 2 لان السايكوتريك اوفيشن هنا بالموجب 2 لان ده برودكت، زائد 2 في ابساي، يبقى 2 في 50 تطلع 100.
يبقى هنا عرفنا ازاي نتعامل مع الاكسنت اوف رياكشن عشان نحل مسائل، والكلام ده هيوضح اكتر ان شاء الله في اكزامبل 461 اللي هحله وانزله في الديسكريبشن بتاع المحاضره ان شاء الله. ان شاء الله هحل مسائل اكتر شويه لان الموضوع ده محتاج تمرين كتير قوي، فانا هحل اكتر من مساله وانزلهم في الديسكريبشن بتاع المحاضره دي. شكرا جزيلا ونشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.